طمني يا دكتور، في امل اخلف ولا لسه؟ هو انت منتظمه في العلاج زي ما قلت لك بالظبط؟ ماشي عليه زي الساعه، على الله بس يكون جاب فايده. هو في تحسن بس بسيط قوي، مش زي ما كنت متوقع. يعني ايه؟ لسه برضه مش هعرف احبل؟ في الوقت الحالي مستحيل، انما لما يتم علاجك ممكن ان شاء الله. وهيتم علاجي امتى؟ زي ما قلت لك في اول زياره، العلاج بياخد سنين ومش كل جسم زي التاني. سنين؟ ربنا يدينا ويديك طول العمر يا دكتور. ده منزل نور عبد الستار ليل؟ ايوه يا فندم، مين حضرتك؟ انا محضر من المحكمه ومعايا انذار وعايز اتوقعي بالاستلام. مين يا هنيه؟ ده واحد محضر عايزك يا ست نور. عايزني انا؟ ايوه ايوه. حضرتك نور عبد الستار ليل؟ ايوه انا. لو سمحت توقعي لي انا بالاستلام. استلام ايه؟ ورقه طلاقك من جوزك الاستاذ رؤوف زاهد ابو الخير. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه يا هنيه؟ في ايه خبطتيني؟ في ايه انطقي؟ مالك يا نورة؟ في ايه يا حبيبتي؟ رؤوف طلقني يا ماما. طلقك؟ مش هو ده اللي كنت عاوزاه؟ كنت عايزاه، بس ما كنتش اعرف انها لحظة صعبة قوي كده. يا حبيبتي معلش يا حبيبتي، ربنا يعوضك خير ان شاء الله. ازيك يا فل؟ ازيك يا اشرف بيه؟ الحمد لله على سلامتك. دي بقى يا ستي فلة، بنت هنية، الست اللي بتساعد ماما في شغل البيت، جبتها تساعدك لحد ما تقومي بالسلامة. الحمد لله على السلامة يا ست هنا. الله يسلمك. ياه، ما كنتش متخيلة إني هرجع بيتي تاني. إزيك يا فلة؟ إزيك أنت يا حياة، عاملة إيه؟ الله، أنت تعرفيها؟ طبعًا دي صاحبتي، كنا نلعب مع بعض في الجنينة هناك. دخلي الشنط يا فلة. حاضر. أنا هسيبكوا بقى وأحاول أجي بالليل أطمن عليكي، ولو ما قدرتش هكلمك في التليفون. أنا متشكرة جدا يا أشرف، أنت جمالك كترت عليا قوي. لا إزاي؟ لا شكر على واجب. باي باي يا حبيبتي. ما تتأخرش. لا مش هتأخر عليك. أنا إذنك. بابا أشرف راح فين؟ كده عنده شغل يا حبيبتي. وإحنا مش هنروح له تاني؟ ضروري طبعا هتروحي له تاني إن شاء الله. إمتى يا ماما؟ أول ما شد حيلي كده يا حبيبتي وأقوم بالسلامة. طيب هو بابا أشرف ما ينفعش يعيش معانا على طول؟ يعيش معانا؟ أصلاً بحبه قوي يا ماما. أمال فين نورة وسماح؟ ما جوش يفطروا ليه؟ بيقولوا مالهمش نفس، كل واحدة قاعدة في أوضتها وقافلة على نفسها. مالهمش نفس؟ وأنا كمان ماليش نفس، شيل الأكل يا هنية. الله يا ستي، ده أنتِ ما فطرتيش. الفطار ده للناس الرايقة اللي بيبتدوا يوم جديد، إنما إحنا إمبارح بيطاردنا ويا خوفي من نتايج. أنا مش فاهمة حاجة. أحسن حاجة إنك ما تفهميش، لأنك لو فهمتي هتسدي نفسك زي شيلي شيلي. سماح، انت قاعده هنا قافله على نفسك ليه يا حبيبتي؟ لا ابدا، انا متضايقه شويه بس. مالك يا حبيبتي؟ بتعيطي ولا ايه؟ تعبانه قوي يا ماما. طب في ايه بس يا حبيبتي؟ فضفضيلي، مختار مزعلك ولا حاجه؟ ابدا والله، بالعكس، ده مختار بقى كويس ورجع زي زمان. امال يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ نحسي نحسي واسمتي المايله. حرام عليكي ما تقوليش كده، انت ست مؤمنه. ونعم بالله، بس انا اللي صعبان عليا وقاهرني سي مختار. ماله مختار؟ في ايه؟ اصله فتحني في موضوع الخلف. بجد؟ عايز نحبل في اسرع وقت. وماله؟ مستنيه ايه؟ ما هي المشكله اني ما بخلفش. ايه؟